إلى العراق، حيث كشف قيادي بارز في التيار الصدري عن خريطة سياسية يعتمدها التيار تسبق استئناف نشاطه السياسي المعلن. وقال القيادي إن الهيئة السياسية للتيار عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات لترتيب أوراق العودة السياسية للتيار خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا العمل على ترتيب الأوضاع الانتخابية للعملية الانتخابية بحكم أنه سيكون مشاركا وبقوة خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة. وأضاف القيادي أن مقتدى الصدر لا يريد إعلان العودة السياسية خلال الفترة الحالية، حيث إنه يعمل على إعادة ترتيب الوضع السياسي والانتخابي الداخلي للتيار. وكان الصدر قد قرر في 15 من يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة. وبعد انسحاب الصدريين شكل الإطار التنسيقي الحكومة بالاتفاق مع الكتل الكردية والسنية في أكتوبر 2022 برئاسة محمد شيع السوداني. عراقيا أيضا رجحت مصادر سياسية أن يتم تحديد جلسة جديدة للبرلمان لانتخابي رئيس خلال الأسبوع الجاري. وكشف تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم عن وجود حراك سياسي يهدف إلى تقديم القوى السياسية السنية مرشحا واحدا لرئاسة مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال عضو الهيئة العامة للتيار أحمد العيساوي إن هناك حراكا تقوده أطراف سياسية مختلفة من أجل تقديم القوى السياسية السنية مرشحا واحدا لرئاسة مجلس النواب لحل هذه الأزمة. وبحسب العيساوي فإنه لا يوجد أي طرف سياسي مع بقاء محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان لنهاية الدورة البرلمانية. لنقاش كل هذه التطورات في الملف العراقي من بغداد أرحب بالكاتب السياسي الأستاذ فلاح البشعل. مرحبا بك أستاذ فلاح. نبدأ من موضوع البرلمان، ما الذي توفر خلال هذه الأيام للمكون السني ليفلح في تقديم مرشح واحد وبالتالي نتجاوز عقبة هذا التعثر الذي طال وأقعد الدولة العراقية في شقها التشريعي لإجازة القوانين وحسمها ومناقشة القضايا، العديد من القضايا التي تهم المواطن العراقي؟ نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ سعد. أقول حقيقة بعد الإشكالية التي حصلت في البرلمان وحصل الهرج والمرج والعراق بالأيدي والشتائم بعضها بذيئة جدا، كانت الأمور انتهت إلى مواقف متشددة من قبل الأطراف السنية، يعني التي تنافست على زعامة المجلس أو يعني رئاسة البرلمان. هذا الموضوع حقيقة بدأ يتفاقم ويتصاعد، ما يعني أنه لا يمكن الاتفاق بين الأطراف السنية على مرشح واحد، ما يعني أن الأزمة ستبقى تدور وتبقى معلقة. وحقيقة يعني هذا الأمر دخلت فيه أيضا أطراف من الإطار التنسيقي، شجعت أو دفعت باتجاه هذا التنافس السني السني، وبالنتيجة حقيقة بقي البرلمان معطل وبقي محسن المندلاوي رئيسا بالوكالة للبرلمان، وهو الأمر الذي يلقى ترحاب حقيقة من قبل أطراف عديدة داخل الإطار التنسيقي، بخلاف ما يشير له البعض من أن بقاء المندلاوي لن يكون طويلا. أنا أرى العكس تماما، أن المندلاوي سيبقى حتى نهاية هذه الدورة، لأنه من الصعب جدا أو من الصعب بمكان أن بأي صلاحيات وإمكانيات، وهل سيكون البرلمان في هذه الحالة التي أشرت لها باستمرار السيد المندلاوي قادر على أن يكون فاعلا بالفعل؟ أنا أعتقد البرلمان لن يكون فعالا لا في زمن الحلبوسي ولا في زمن المندلاوي ولا من يأتي بعد المندلاوي، على الأقل في شكله، يعني أن يقيم جلسات، أن يجيز قوانين، أن يحاسب، أن يراقب، أن يصدر أي نوع من التشريعات والقوانين أو يجيزها. يعني هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل أستاذ سعد، يعني كثير والعديد من التشريعات التي صدرت لم تكن تقدم خدمات أو لمصلحة المواطن 100%، بل كانت بعضها هامشية للمواطن، لكن في غالبيتها كانت تدخل لصالح الأحزاب ولصالح أطراف معينة في داخل الحكومة العراقية أو داخل التشكيلة البرلمانية. وهناك بعض القرارات حقيقة الشعب بعيد عنها تماما، ولا
معني فيها الأمر الذي جعل موضوع البرلمان موضوع ثانوي يعني تماما. لهذا حقيقة يعني لم تفرق القضية كثيرا سواء بوجود المندلاوي أو بغياب المندلاوي. الأمر الوحيد الذي يلاحظ عليه أن المندلاوي باعتباره هو شيعي وينتمي إلى الإطار التنسيقي ممكن أن تمرر القوانين التي تخدم الطائفة الشيعية يعني كما لاحظنا في الآونة الأخيرة. لهذا الأمر حقيقة لا توجد اعتراضات يعني بهذا الأمر تحديدا لا توجد اعتراضات من قبل غالبية السنة الموجودين في الساحة السياسية سواء زعماء أحزاب أو أعضاء البرلمان. يعني هناك صفقات وهناك تخادم ما بين أحزاب الإطار والأحزاب الموجودة السنية الموجودة داخل البرلمان. نعم جيد أنك هذا وبالتالي ألا يتحمل المكون السني إلا في حال المسؤولية في إتاحة الفرصة لتمرير قوانين تخدم فئة دون غيرها؟ هل من العسير أن يتفق المكون على مرشح؟ يعني هو ممكن أن يتفق على مرشح المكون السني ممكن إذا حصل يعني تدخل قوي حقيقة من أطراف فاعلة دولية مثلا إذا تدخلت تركيا وتحديدا شخصية السيد أردوغان لأنه لاحظنا عندما زار بغداد قد اجتمع بجميع الأطراف السنية. لهذا حقيقة أنا أرى أن الموضوع السني وبغياب المرجعية السياسية والمرجعية الدينية لهذا المكون ستبقى الصراعات قائمة على المناصب وعلى المنافع وعلى النفوذ. يعني هذه صراعات حقيقة ليس صراعات سياسية، صراعات شخصية أصبحت. يعني كنا نتحدث في وقت سابق عن صراعات سياسية، اليوم نتحدث عن صراع مصالح شخصية بين أطراف سنية وصلت إلى حد التلاكم والعراك والضرب من أجل الوصول إلى البرلمان والسيطرة على رئاسة البرلمان، وبهذا هم يتطلعون للمزيد من المكاسب. هذا الموضوع بحقيقة. وبالتالي مسألة ما صرح به عن عودة التيار الصدري إلى المشهد وربطه مع هذه الحالة الآن، هل يمكن أن يحرك يعني آسن الركود في الحالة البرلمانية هذه بشكل أو آخر؟ يعني السيد الصدر حقيقة إذا تتبعنا لخطواته هو لم يكن وليدة اليومين الأخيرين، بل بدأ النشاط الاستعادي السياسي والعودة إلى الساحة منذ أن بدأت أحداث غزة. وكانت هناك دعوات مباشرة من السيد مقتدى الصدر لجمهوره أن يجتمع وأن يدعو أن يقدم الصلاة وبالتالي أن يقدم الدعم المادي والمالي، وذهبت الشاحنات تحمل البضائع والمواد الغذائية لأهالي غزة. بعد ذلك يعني كانت مبادرات متتابعة من قبل السيد الصدر شد بها جمهوره حقيقة، وجمهور مجدود له، مجدود لشخصيته حقيقة. وما حصل من فكرة الصلاة الجماعية بالنتيجة الأفكار والتوجهات التي طرحها السيد خلال 6-7 شهور الأخيرة هي تركز على طبيعة المشاركة الجماهيرية والشعبية وعودة التيار بقوة حقيقة إلى المشهد السياسي، وبالتالي المشاركة مع في الانتخابات بغية الوصول إلى السلطة التي خسرها في الانتخابات كما تفضلت في مقدمة الكلام. يبقى السؤال هل إن الصدر سيتحالف مع أطراف معينة، هل سيتحالف مع السوداني أم مع المالكي؟ بعض الأطراف أو بعض الشخصيات والمتابعين يرجحون لتعامله أو اتفاقه مع السيد المالكي مقابل اتفاق السوداني مع الشيخ قيس الخزعلي زعيم العصائب. والبعض يعكس الصورة يقول لا، السوداني يتطلع إلى الأقوى في المشهد السياسي الشيعي، وبالتالي ممكن أن يلتقي مع السيد السوداني. يعني الصدر السوداني يشكلون جبهة واحدة ربما تكون قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات للحصول على أغلبية المقاعد الشيعية، وبالنتيجة هم يحصلون على أغلبية مقاعد البرلمان. هل هذه إعادة تحالفات وتوليفة هل ستحدث فارقا أم لا؟ كما تشير أنت دائما يعني بنظرة لا أود أن أقول متشائمة، ولكن أن العملية هي صراع الأشخاص ونفوذ أكثر من أنه يصب في مصلحة المواطن من خلال قبة برلمانه.
والله يا أخي سعد، يعني أنا مراقب جيد جدا للساحة، أنا اختصاص كاتب سياسي. نعم. يعني الانتخابات يعني على امتداد دورات عديدة هي صراع مصالح وصراع من أجل الحصول على النفوذ وعلى المواقع الرئاسية وعلى المواقع المسؤولة في الدولة وعلى الحصول على الوزارات، بدلالة أن هذه الانتخابات تغذى من المال السياسي، وهذا مال سحت حرام، وأكثر هو منهوب من الحق من المال العام ومن حق المواطن العراقي. لهذا هي لا نرى أو نشاهد أو نلمس صراع برامج سياسية من قبل هذه الأحزاب. نعم. إنما يظهر الحزب ويقدم وعود، وعود لها أول ليس لها آخر، وبالنتيجة حينما يصل إلى السلطة يرجع لذات المنهج. يعني هو غير معني بنسب البطالة التي ترتفع، غير نعم معني بنسب الفساد نعم. الذي يرتفع أيضا، غير معني بأمور كثيرة حقيقة تحتاج إلى معالجات جذرية، لكن نجد أنه الفاعلية أزاء ذلك هي فاعلية ضعيفة جدا، وجميع هذه الأحزاب تشتغل لمصالحها الحزبية ولأقطاعياتها المالية. نعم أستاذ فلاح، واضح. وترسخ وجودها في السلطة فقط. من بغداد الكاتب السياسي الأستاذ فلاح المشعل، شكرا على حضورك وعلى كل ما تفضلت به من إفادات.